سيداتي وسادتي أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إمبيميس جمعة. هذا البرنامج الذي ينظمه ماستر مهن وتطبيقات الإعلام من داخل جامعة ابن زهر كلية الأداب والعلوم الإنسانية، والذي نسلط من خلاله الضوء على الكفاءات والمهارات التي يتميز بها هذا الماستر، والتي استطاعت أن تجمع بين تفوق في المجال الدراسي وأيضا المهني كما هو الحال بالنسبة لضيفنا اليوم. ضيفنا هذا له العديد من الأعمال في مجال الإخراج التلفزي، وهو اليوم يشغل منصب مخرج في قناة العيون التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. أنا هنا أتحدث عن السيد الحسن بوجدور، مرحبا بك معنا وشكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا بك الأخت سكينة، ومن خلالك الشكر موصول أيضا لماستر مهن الإعلام وتطبيقاته من هرمه منسق ماستر مهن الإعلام وتطبيقاته الدكتور عمر عبدو والطاقم البيداغوجي وكل الطالبات والطلبة الأعزاء. شكرا لك. أولا أفسح لك المجال من أجل طرح نبذة تعريفية للمشاهدين عن مسارك الدراسي وأيضا مسارك المهني. كتعريف مقتضب عن شخصي المتواضع، أنا أنحدر من الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالضبط من مدينة العيون، أبلغ من العمر 3 عقود ونصف. مساري الدراسي كله كان متدرجا بمدينة العيون، يعني تلقيت هناك تعليمي الابتدائي الإعدادي ثم الثانوي، حصلت على شهادة البكالوريا في علوم رياضية وأيضا بكالوريا حرة علوم تجريبية، أيضا حصلت على دبلوم تقني متخصص في الكمبيوتر والاتصالات، حصلت على شهادة مهندس في الاتصالات من شركة مايكروسوفت بيل جيتس سيستم وورز، حصلت على الإجازة في الأدب الفرنسي من كلية الأدب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر بأكادير، والآن أتابع مساري الدراسي بمصدر مهن الإعلام وتطبيقاته. بخصوص المسار المهني، أشتغل مدة 14 سنة بقناة العيون كمخرج للأخبار وبرامج هناك. نعم، هذه القناة أي قناة العيون تأسست سنة 2004، لكن ربما اللافت للانتباه هنا هو أنك كنت من بين المؤسسين لهذه القناة، بالتالي هل حدثتنا عن سياق التأسيس وأيضا عن ماذا يمثل هذا الحدث بالنسبة لك؟ ميلاد قناة العيون صراحة كان في 6 نوفمبر 2004. أنا كان لي شرف أني كنت أحد المؤسسين حيث التحقت بها مثلا 3 شهور قبل انطلاقتها، وصراحة كان مشروع يعني أول تجربة للإعلام الجهوي بمفهومه الشامل، يعني إعلام القرب، الإعلام القريب من المواطن، الإعلام الذي يناقش همومه ويستطيع أن تقدم له وأن يرى من خلال شاشتك ما يستطيع أن يراه من نافذته، يعني إعلام الذي يلامس التنمية، يلامس المواطن، يلامس يعني مجموعة من المجالات التي تهم المواطن بالدرجة الأولى. إذن كما أشرت 14 سنة من الاشتغال بهذه القناة، بالتالي 14 سنة أيضا من ممارسة العمل الصحفي، خبرات، تجارب اكتسبتموها في نطاق عملكم، بالتالي ما هو الدافع أو الحافز وراء عودتك إلى التعلم من جديد في إطار ماستر مهن وتطبيقات الإعلام؟ الدافع، هناك دافعان أساسيان، يعني هناك دافع أستطيع أن أقول بأنه دافع نفسي، وهو بأن أطبق مبدأ بأن العلم ليس له مثلا عمر، غير محدد بعمر أو محدد مثلا بضمان وظيفة أو بضمان كذا، يعني هو العمر، العلم يعني مثلا مطلوب منذ المهد إلى اللحد، يعني وفي كل مرة أحاول أن أخلق لنفسي تحدي، مثلا أعتبر كل مجال دراسي أدرسه هو في حد ذاته تحدي. في البداية عندما عرفت يعني كل هذه الشواهد التي حصلت عليها، يعني مثلا كان هناك حافز، الحافز الذي جعلني أختار ماستر مهن الإعلام وتطبيقاته هو محاولة التماشي مع مساري المهني، بحيث أنني أشتغل مخرج بقناة العيون، ولاحظت بأن هذا الماستر يتماشى مع ميولاتي ويستطيع خدمتها وصقل تجربتي، لأن التجربة وحدها قد لا تكفي، أيضا المجال الأكاديمي يعني ومجال الأطروحة ومجال مثلا مقنن أكثر، وتستطيع أصلا مواكبة الجديد، لأنه الإعلامي اليوم بدون أن يطور من نفسه وبدون دراسة وبدون تكوين
لا يستطيع أن يواكب. هناك تحديات تقنية يوما بعد يوم تظهر هناك تقنيات جديدة، تظهر هناك برامج للتوظيف، برامج للإخراج، يعني تقنيات المفروض أن الإنسان يواكب ويطور من نفسه لكي يبقى دائما في المستوى المطلوب. ونعود مرة إلى الإخراج، كما سبق أن أشرت لك يعني العديد من الأعمال وأيضا الأفلام الوثائقية التي قمتم بإخراجها، منها الصورة الملثمة وأيضا متجرف الإنسانية، يعني هل حدثتنا عن بعض التجارب وما هي التجربة التي تعتبر الأكثر تأثيرا بالنسبة لك أو التي تعتبرها مصدر فخر واعتزاز لحسن بوجدور؟ صراحة مصدر الفخر والاعتزاز بهذين العملين اللذين ذكرتهما هو بأنهم فازا الاثنان بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة بالرباط. كنت مخرج هذه الأعمال، هذان العملان اللذين فازا بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة. وأيضا حينما مثلا تكون فكرة مطروحة على الورق وتساعد في بلورتها لإخراجها لحيز الوجود، حينما تحصد نتيجة أو تحصد تتويج أكيد بأنه يولد لديك شعور بالفخر وأيضا شعور بالمسؤولية، لأنك مثلا عندما تنتج عمل مثلا يتوج بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، أكبر الجوائز الموجودة ببلادنا، هذا يطرح عليك مسؤولية فيما سيأتي بعد ذلك. وقد ترشحتم أيضا مؤخرا للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة عن وثائقي يعني الموروث الحساني، هل حدثنا عن هذه التجربة أكثر؟ ما يميز التجربة الأخيرة التي شاركت بها هي كانت مثلا عمل من إنجازي خاص، يعني من ألفه إلى يائه، يعني ترشحت به شخصيا. بالنسبة للأعمال التي ذكرتها كنت مخرج هذه الأعمال، بينما في هذا العمل الذي شاركت به هذه السنة كان مثلا من إنتاجي 100% وشاركت به بشخصي، يعني شارك وتأهل مثلا للنهاية، وكان حضوري هناك بمدينة الرباط رفقة الإعلاميين، رفقة الصحفيين، رفقة الوزراء، رفقة يعني مثلا تشعر بفخر وأنت مثلا تتسلم ذرع وسط هؤلاء الساسة وهؤلاء الصحفيين. هناك مثلا حينما نتحدث عن محمد الصديق معنين الذي قام بمثلا تغطية حدث المسيرة الخضراء ويسلم مثلا، يعني فقط الجلوس بجانبه هو في حد ذاته مفخرة، فما بالك أشياء أخرى. وما هو العمل الذي ترى اليوم في مسيرتك أنك غير راض عنه تمام الرضا؟ أنا راضي عن جميع أعمالي، لأن صراحة يتولد لدي أصلا الإحساس بها قبل العمل فيها يعني. ونختم مع سؤال أخير عن حياتك الشخصية، ما هي ميولات لحسن بوجدور الشخص، ما هي مواهبه، ربما أوقات الفراغ فيما تقضيها؟ أنا صراحة أمضي وقتي يعني بين الالتزامات العائلية، لأنني شخص متزوج وأب لأربعة أطفال، منشغل بمستقبل هؤلاء الأطفال وتأمين مثلا تحصيلهم الدراسي وكذا، هذا يأخذ جانب أكبر من وقتي، إلى جانب العمل، إلى جانب هوايات أخرى. أنا من أشد المتابعين لكرة القدم وخصوصا نادي ريال مدريد. ولكن فريق الماستر أيضا خلال بحثنا عن شخصيتك توصلنا إلى أنك كاتب يعني ولك إصدار شعري أيضا، هل هذا صحيح؟ لدي ديوان شعري بعنوان قطرة أمل. قطرة أمل، هل أطلعتنا على مقطع منه؟ ولكن يعني قبل ذلك أود يعني أن أفسح لك المجال كي تتوجه إلى المتابعين بكلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة هي أنا جد سعيد بالحضور معكم مثلا من خلال برنامج إمبي ميستيموا الذي يعتبر نافذة لتسليط الضوء على الكفاءات التي يزخر بها الماستر الذي ننتمي نفخر بالانتماء إليه. مشكورين على تقديم هذه الدعوة. وبالنسبة للكلمة الأخيرة هي بأن نقول بأنه جميع الزملاء الذين يدرسون معي اكتشفت بأنهم مثال للتطبيق، إن نقول بأنه سلسلة متكاملة لكل طاقته في جانب، وعندما يجتمعون كفريق يشكلون قوة هائلة، وأنا أفتخر صراحة بالانتماء لهذا الجسم الصحفي الذي يكون صحفي المستقبل. أيضا لا تفوتني الفرصة أن أقدم جزيل الشكر لمن أنجبتني ومن أتت بي لهذه الدنيا، أمي، يعني مثلا المرأة عموما في حياتي كان لها دور كبير
من خلال الأم، من خلال الزوجة، من خلال البنت، من خلال الأخت، من خلال الصديقة، من خلال يعني وجود الحياة، وجود المرأة في حياة الحسن بوجدور، يعني مثلا كان له دور في صقل جميع مجموعة من المحطات خلال مساري المهني والشخصي. وبهذه المناسبة تقدم جميع نساء العالم فألف تحية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتقدم لكم وكل عام وأنتن بألف خير. نعم، ولم تلقي علينا المقطع الشعري بعد. مقطع شعري من قصيدة بعنوان عيونك. عيونك تحمل نظرات قاتلة ذبحت مراسيلي وهمساتي الناطقة، بحب ولد منذ أن رأى عيونك الساحرة، لطالما استغربت لحال العشاق وقلت أنهم في الجنون أطباق، لكني عرفت السبب عند إشراق وإطلالة وجهك الذهبي الخلاق، عرفت حينها لماذا خلق الحب، وأني كنت أميا في أصول الحب، وتعلمت في مدرسة قلبك فك الخط وحروف الهجاء في الحب. شكرا لك، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. وبهذه الكلمات الجميلة أعزائنا المشاهدين نختم هذه الحلقة، ونشكركم على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى ومع ضيف آخر.